مساكم الله بالخير مستمعينا في برنامجكم الرياضي اليومي غرفة 11، معكم أنا ثامر الحميد، وآخر الأخبار الرياضية المحلية والعربية والدولية بعد ما تكلمنا اليوم في برنامج الجولة عن المنتخب السعودي ومباراته الودية الدولية مع منتخب أسبانيا والتي خسرها المنتخب بخمسة أهداف دون رد ودون مستوى ودون أي إقناع داخل الملعب سوى حضور 11 لاعب مع الجهاز الفني والإداري في ملعب المباراة. في بداية الحلقة أذكركم بأرقام التواصل STC 8348 موبايلي 630-590 زين 73-22-22. بنرجع للحديث مرة ثانية عن المنتخب السعودي وعن الـ يعني خلينا نتكلم عن الفائدة أو المبتغى من هذه المباراة أو حتى مباراة الجابون راح تكون 11 سبتمبر. هل فعلا أنه في هدف من هذه المباريات الودية الآن قبل أي استحقاق؟ لأن ما في أي استحقاق الآن للمنتخب السعودي، لا بطولة آسيا ولا حتى تصفيات كأس العالم القادمة. وهل اللاعبين اللي شفناهم أمس 11 لاعب هم يعني راح نشوف أحد منهم مثلا في تصفيات كأس العالم 2018 ولا؟ كثير من الأسئلة راح نلاقي لها إن شاء الله إجابة مع ضيفنا اليوم. بس قبلها في عندي خبر من مصر، يعني المفاجأة غير متوقعة من اللاعب النادي الأهلي المصري محمد أبو تريكة. نسمع هذا التقرير عن أبو تريكة ونرجع مرة ثانية مع ضيف حلقة اليوم. التقرير الرياضي. في مفاجأة غير متوقعة رفض محمد أبو تريكة قائد الأهلي المصري السفر مع الفريق إلى الإسكندرية للدخول في معسكر مغلق استعدادا لمباراة السوبر المصري أمام إمبي والتي ستقام على ملعب استاد برج العرب دون حضور جماهيري مساء غد الأحد، نظرا لأن الأجواء المحيطة بالفريق من وجهة نظر أبو تريكة غير صحية في هذه المرحلة، مشيرا إلى أنه لا يريد أن يخسر أي من محبيه ومشجعيه ولشعوره بأنه غير مؤهل نفسيا ومعنويا لخوض هذه المباراة المهمة. وكشفت مصادر مقربة من أبو تريكة أن قراره جاء تضامنا مع جماهير الألتراس بعد أن كان قد قطع عهدا على نفسه أمام الجماهير بأنه لن يشارك في أي مباراة محلية إلا بعد الحصول على حقوق الشهداء، وأنه اتخذ هذا القرار على الرغم من محاولات زملائه اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني ثنيه عن قراره ولكن دون جدوى. من جانبه رفض مجلس إدارة النادي التعليق على موقف اللاعب مشيرا إلى أن الأمور سيتم دراستها بعد لقاء السوبر، وإن كانت المؤشرات تؤكد أن المجلس سيتخذ موقفا قاسيا وربما فاصلا في علاقة اللاعب ب التقرير الرياضي. ردود فعل واسعة في مصر لعدم يعني سفر محمد أبو تريكة مع فريقه الأهلي إسكندرية لخوض مباراة السوبر ضد أنبي، وكثير من الحديث في مع وضد. على النقيض الآن في المنتخب السعودي، أو خلينا نقول في الطرف الآخر مو على النقيض، لأن نفس الأمور دائما في الدول العربية تتشابه. يعني الآن في المنتخب السعودي مباراة أمس نفس السيناريو، في ناس يقول لك لا بالعكس الاحتكاك، المنتخب يحتاج مثل هذه المباريات في هذا التوقيت، والبعض آخر يرى أن مباراة الأمس ما منها أي هدف، ما منها أي جدوى، لأن اللاعبين ما رح يستمرون بنفس التشكيلة، والمدرب الله أعلم 2015-2016 وين بيكون، إدارة شؤون المنتخبات بقيادة محمد المسحل انتهت وراحت إلى اللجنة الأولمبية السعودية. كثير من الحديث بناخذ رأي أحد كبار الإعلام والصحافة الرياضية السعودية، مدير أو عفوا رئيس تحرير صحيفة الرياضي الأستاذ محمد البكيري. حياك الله معنا أبو خالد. يا حبيبي مساك الله بالنور أنت أستاذ المستمعين. أبو خالد، اليومين الماضية خلينا نقول الرياضي، عناوين الرياضي أثبتت لكم يعني سواء بشكل إيجابي أو سلبي أنها فعلا الأكثر تأثيرا؟ الحمد لله بفضل الله، يعني حقيقة يعني يمكن هذا أكثر شيء يعني تأكيده وتجديده لدينا يعني في التحرير إنه ما زالت الرياضي فعلا يعني في هذا الزمن اللي فيه صراع كبير على بقاء الصحف الورقية وصراع الصحف الإلكترونية وصحف الاجتماعي اللي هي لن يبقى فيها هذه الساحة إلا الصحيفة الأفضل والأقوى في الساحة الورقية بالتأكيد، وهذا واحد من الانعكاسات الإيجابية لصحيفة الرياضي حقيقة في تقديم مادة لا أقول مثيرة، لأن البعض يأخذ إثارة بس من ناحية سلبية، لكن إثارة من ناحية إيجابية
ولكن أقدر أقول أن الرياضي دائما تقدم نفسها في قوالب مختلفة على الصعيد المهني حقيقة. كان الحكم في النهاية للقارئ، لكن احنا نرى في النهاية ردود الأفعال اللي هي على المسح بشكل وضوح، ليس فقط على مستوى وسائل التواصل أو ردود الفعل العامة، لكن المسح أيضا على أرقام التوزيع وهي الأهم وأكبر مؤشر يعني في مصداقية كبيرة جدا، لأنه الرأي العام يظل رأي عام لا تستطيع أن تحكم فيه قياس مطلق فيه أو سواء إيجابا أو سلبا. لكن الحمد لله أنه كم توفقت يعني كانت الرياضة في أكثر من مادة يعني مهنية أو رياضية، كانت سواء في غلافها اللي كان نتاج بعد مباراة الخسارة من أستراليا بأربعة اللي هو كان الغلاف الأسود الشهير، والآن كان في عنوانها الاستباقي حقيقة في مباراة الأمس الأول أمس مع أسبانيا، وكانت قراءتها يعني تقريبا بنسبة كبيرة كانت أشارت أنها هي تخشى يعني فضائحية يعني حقيقة للمنتخب، لأنها هي قرأت يعني توقيت المباراة واللي هو كان نرى توقيت سلبي بظل عدم جاهزية المنتخب لا فنيا ولا نفسيا، ووصوله في يعني في قاعة يعني حقيقة الترتيب يعني في مستوى الفيفا الخامس، ما في أي تحضير للمنتخب، عناصر جديدة داخل عليه مقابل أنك أنت ستقابل المصنف الأول في على مستوى المنتخبات في العالم، إضافة لبطل العالم، إضافة لبطل أوروبا، يعني فريق أفضل منك جاهزية في كل الأحوال. فكانت هذه القراءة أخوي للمباراة، فكنا يعني قلنا يعني الله لا يفضحنا، هي كان فعل طبيعي جدا يعني الله يستر علينا. زي ما تقول لأي شخص مثلا لما يعني يتقابل أمام خصم ما في أي وجهة متقاربة بينه ومعايير متقاربة بينه، فتقول أحيانا الله يستر الله لا يفضحنا الله من هذا القبيل. فكان هي لفظ جميل كذا يعني رأينا أنه هو أو أكثر إيقاع وأكثر تأثير لدى المتلقي، وفعلا وصيب رغم أنه كنت لاحظت أن بعض الانتقادات اللي واجهت الرياضي في قبل بداية المباراة وكان البعض يرى من زوايا أخرى وأنه في إساءة، أنا رغم أني مريت فيه إساءة، لكن الجميل أنه في نهاية الأمر بعد نتيجة المباراة وهذا المستوى الصفري اللي أنا أراه وما أعرف فيه كان أي مستوى للفريق حقيقة، بدليل أنه لعب المنتخب الأسباني بالعام يعني لعب على الواقف مع المنتخب السعودي، لو يمكن بذل جهد أكبر أو تحمس أكثر لهذه المباراة ربما كانت النتيجة يعني تاريخية وأكثر منها مجرد تضحية بس بهذه. فهذا كان فكانت ردود الفعل كل اللي كانوا معترفين في البداية بفضل الله رجعوا أيدوا وجهة نظر الرياضي وقراءتها المسبقة أو الاستباقية لما يمكن يحدث في سيناريو المباراة. طيب هذه فقط اللي يعني أحدث الضجة إنك أنت أحيانا تسبق الآخرين، وهذا يعني هي قراءة مسبقة للمباراة كانت الحمد لله يعني كانت يعني قراءة متوقعة يعني متوفقة فيها الرياض، وكان ممكن ما تتوفق فيها كمان الرياض، لكن هي كان قراءة بناء على وضع الفريقين فقط لا أكثر يعني، ولا إحنا ما كنا نتمنى الخسارة ولكن كنا نخشاها في هذاك ذلك العنوان يعني. طيب أبو خالد يعني أستاذ محمد البكيري دائم يعني كنا نشوف حنا نلاحظ خاصة في الفترة الأخيرة إذا تكلمنا عن مكافآت اللي مثلا يأخذها اللاعبين المنتخب من المنتخب ونقارنها مثلا بمكافآت مع الأندية، ونشوف حتى كثير من الأمور يعني إذا انتقدنا المنتخب السعودي الكثير يزايد على الوطنية، لا أنت لا تبحث أنت وطني أنت غير وطني أنت، يعني هل مثلا انتقاد المنتخب أو حتى قائمين على المنتخب حتى إدارة المنتخب يعني ممكن تشكك في وطنية الشخص أو الإعلام إذا تحدث فيها؟ يعني شوف أنا في نظري الوطنية في علاقتها بكرة القدم بهذا الشكل المبالغ فيه، أنا أعتقد واحد من يعني بقايا القرن الماضي حقيقة اللي كنا يعني تكرس في أذهاننا، تكرس في يعني في كثير من المواقف والوطنية والواجب الوطني، وهذا أنا أعتقد أنه هي واحد من بقايا يعني ما أدري هي التوجه الرياضي في القرن الماضي أو الإعلام الرياضي في القرن الماضي. أنا أرى أن الوطنية بعيدة عن في الأمور هذا بهذا الشكل المبالغ حقيقة في هذا الجانب ما هي صحيح حقيقة، أنا أعتبر جانب مبالغ فيه جدا. يعني لاعب مثلا أديك مثال زي مثلا كابتن ياسر الزحطاني قال إنه هو ما عنده استعداد يلعب في المنتخب وأنا ما أقدر أستعد، هذا بالعكس هل أقول إنه أنا والله خائن ولا غير وطني ولا هذا من قبل، بالعكس أنا اعتبرته قرار شجاع من ياسر الزحطاني إنه هو يقول أنا ماني مستعد للعب في المنتخب الآن لا نفسيا ولا فنيا، هذا بالعكس هذه شجاعة، أنا أعتبر أنه ما هو وطني لا مو صحيح هذا الكلام أبدا. نحن نتمنى أنه ما نبالغ ولا نحمل بعض الأشياء أكثر مما تحتمل في هذا الجانب حقيقة. طيب أستاذ محمد البكيري يعني كثير من ردود الفعل الآن في مداخلتك عبر إذاعة مكس اف ام، طبعا بعض الناس شوف أنا أقولك إياها بصراحة، يعني في ناس يقول أنت يا مطبل رايح جايب محمد البكيري ليش عنوان البكيري ردود أفعال، يعني ليش
ليش الرياضي بالذات يعني؟ طيب كل وسائل الإعلام تتكلم، حتى الإعلاميين كان يتوقعون هذه الخسارة، بس يمكن ما كان متوقع بزيادة الشكل اللي ظهر في المنتخب السعودي، كان بصراحة شكل مخيب للأمال. يعني حتى المعلقين العرب والخليجيين اللي في القنوات الثانية صاروا يتمسخرون علينا، هذه اللي ما حبيناها بعد. بس ليش حنا نجلد في بعض يعني؟ لا من جد بعض، مثلا اللي ملاحظه في مؤشر خطير جدا حقيقة، اللي ملاحظه عند بعض ما يمكن إعلاميين حتى كمان منهم، ليس بعض الجمهور، يعني بدت الاستهانة بالنتائج الثقيلة بحق المنتخب السعودي. عادي يعني تعودنا عليها. لا ايه ملاحظ، تنهزم اليابان 5 عادي في بطولة آسيوية، تخيل تنهزم من استراليا في تصفيات كاس عالم نتيجة الأربعة عادي جدا، يعني أقول لك عادي. المنتخبات كل المنتخبات تتعرض، طيب أنا قاعد أتعرض لها في نكسات متتالية وليس متباعدة، يعني بسنوات أو فرق يعني أكثر من تصفيات أو شيء من هذا القبيل. لكن مصيبة يعني حقيقة أن نوصل لهذا الإحساس ونبدأ نكرسه فينا ونتقبل بكل بساطة، إنه حتى يوصل للاعبين المنتخب أنه أصبح الشارع الرياضي والنقاد يتقبلون الخسارة ويعتبرون لها مبرراتها. لا ما لها مبرر، بالعكس. أنت لما تتكلم على منتخب ذو تاريخ، منتخب ذو تاريخ وكان وإمكانه أنه يسعيد تاريخه، لكن ليس يسعيده بهذه الصورة ولا عبر هذا الطريق. اللي أنا أراه يعني حقيقة في انقاص من حق المنتخب السعودي، وما يمكن أن يقدم أفضل مما ما قدم الآن، أفضل مقارنة بالإمكانيات، مقارنة بما يصرف على هذا المنتخب، مقارنة بما يحاط لهذا المنتخب من اهتمامات إعلامية وشخصية وقيادية. أنا ماني شايف إفراد لإيجابيات هذا كل الاهتمام كله جدا، لأن أنا أشوف أنا شخصيا يمكن كنت متفائل بعد المباراة ممكن نستفيد، لكن جاءت في توقيت سيء حقيقة، جاءت في توقيت سيء. ممكن لو كانت قبل ذا الوقت كان ممكن نستفيد منها ونقول جميل جدا، كنا نطالب دائما بهذه المباراة. كانت مرت فترات ماضية في عز ما كان المنتخب داخل تصفيات أو عنده استعدادات، ما حد لعب أي مباراة في أيام فيفا، وكنا اعترضنا هذا النقدية. لكن لما تيجي أنت الآن في هذه المرحلة اللي واصل فيها المنتخب فنيا ونفسيا وغير استعداد وشيء، وتلعب مع المصنف الأول، أنا أعتقد أنك قفزت من الأخير للقمة أنك أنت تلعب. لكن أنت ما كان حتى المنتخبات أو عفوا حتى أندية الأندية لما تيجي تلعب في معسكرات تلعب مباريات إعدادية تصاعدية، ما تيجي أنت دايرين أنك أنت لم تبانك الرهبة كبيرة جدا في اللاعبين، لأنه وضع في اختبار صعب ولا لم يكن متخيلين له حقيقة هذا. فكيف أنا أكسب يعني أخرج بمكتسبات أيا كانت المكتسبات حقيقة؟ أنا ما شفت أي مكتسبات على رأيي الشخصي، ما شفت أي مكتسب فني للمنتخب، لا جمل، لا 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 لا, لا, لا تكتيك للمدرب، لا أي ترابط بين الخطوط. نقاط ضعف اللي كانت أول أكثر في هذه المباراة، عناصر جديدة، عناصر هل ممكن أن أبني عليها أمل ما أبني عليها أمل، أسماء في أسماء كانت تستحق وأسماء لا تستحق. إحنا غريب كل مرة إحنا ندخل بتشكيلة مع المدرب ريكارد، يعني أنا مستغرب الفترة الطويلة اللي قضاها موجود وإلى الآن ما وصل للتشكيل. تستطيع أن تقول حقيقة في منتخب في أمل أن أنا أبني؟ لذا أنا دائما حقيقة من الناس اللي بدأت تبني آمالي أو أجل طموحاتي في المنتخبات القادمة اللي هي الأولمبي وفي منتخب الشباب، نتمنى هي ممكن تساعد كرة أو مكانة الكرة السعودية. طيب أبو خالد، أستاذ محمد البكيري بتبقى معنا بس بنطلع الفاصل قصير، لأن بتكلم معك يعني بحساب أكثر عن المدرب المنتخب السعودي ريكارد. فاصل ونرجع مرة ثانية مع الأستاذ محمد البكيري رئيس تحرير صحيفة الرياضي في برنامج غرفة 11. رجعنا لكم مرة ثانية في برنامج غرفة 11، معكم ثامر الحميد وضيف حلقتنا اليوم الأستاذ محمد البكيري رئيس تحرير صحيفة الرياضي. أبو خالد، المدرب المنتخب السعودي ذكر في تصريح قبل المباراة ب 24 إلى 48 ساعة، قال أنه هو غير مسؤول عن موضوع تشهيرة اللاعب ياسر الشهراني، وأنه رفع أسماء لاعبي المنتخب قبل شهر لإدارة المنتخب. هذا شيء يعطينا انطباع. لك السؤال الأغرب من هذا كله يعني حقيقة، يعني أنا كل الغلبة هذه سويتها على ياسر الشهراني، وآخر شيء يشارك بكم دقيقة في المباراة. طيب إن كان ما جاء أحسن خلاص، هي المشكلة يعني هي مشكلة أصلاً بالنهاية. لا لو ما راح أتوقع أبو خالد يعني بتصير نكبة وعيبة في شكل إدارة المنتخبات. ممتاز مثله يعني كانت توقعته يشارك بهذه المباراة، يشتغل بشكل إيجابي في تشكيل المباراة، لكن كل هذه الضجة يعني على قولك اللي ما بقول كلمة بس يعني، فلكن أنت تنحسب على كم دقيقة في على كم دقيقة يشارك فيها اللاعب، يعني من الأساس يعني في تشكيلة يعني في الأسماء اللي موجودة كانت في المنتخب
ما كان يعني في كل الأحوال في كل الأحوال حتى لو اختلفنا حول التشكيلة والموجود العناصر وكان بعض العناصر أفضل يعني لو تم ضم المنتخب، لكن ما كان توقيت صراحة إيجابي لهذه المباراة الجمعية يعني مع منتخب كبير مثل منتخب إسبانيا. كنت تمنيت بعد أكثر من مباراة صعودية مع منتخبات تبدأ تستغلها في هذا الجانب، لأنه ما عندنا أي مشاركة للمنتخب السعودي إلى كأس الخليج في يناير. طيب يعني تقريبا عندك 3 شهور الأمل، أنا ماني شايف يعني بسيط أمل إن أنا ممكن يعني أعلق أمالي على قلب المنتخب يستحق الحقيقة، لأنه العمل الجهاز الفني إلى الآن صرف عليه أضخم مبلغ صرف في تاريخ الكرة السعودية لا يقدم أي شيء حقيقة إلى الآن، لا يقدم أي حاجة. طيب بس الغريب في الموضوع أبو خالد، يعني شوف مثلا المنتخب اللي طلع منتخب الكابتن خالد القروني اللي هو منتخب اللي لعب في كأس العالم الشباب في كولومبيا قبل سنة ونص تقريبا، منتخب الجميع يعني تفاعل فيه كثير وقال لك يعني عاد يعني نوعا ما يعني جزء من تاريخ الكرة السعودية خاصة على مستوى المنتخبات السنية. نشوف ان المنتخب هذا اللاعبين الآن يعني لا نشوفهم في المنتخب الأول ولا نشوفهم حتى في المنتخب الأولمبي اللي قاعد يشارك الآن في بطولة الخليج، يعني وين راحوا؟ يعني نشوف مثلا إبراهيم الإبراهيم عنده مشكلة مع نادي الاتحاد السعودي يتحرك، ألف تيل عنده مشكلة مع النادي الأهلي الاتحاد السعودي يتحرك، بعض اللاعبين يعني حتى مع الخضري كثير من اللاعبين ما عاد نشوف ولا واحد معقول جيل كامل وقدم مستوى في بعد يعني قبل أقل من سنة أو سنة وشوي ما نشوف ولا لاعب منهم لا في المنتخب الأولمبي ولا الأول. لكن يا أخوي تامر، لكن في هذا الجانب أنا ما أقدر أقول لك إنه والله المنتخب هو يتحمل هذه المسؤولية. هذه الأندية كما بين الأندية طبعاً، لأن الأندية حتى أيضا ما تشارك باللاعبين هذول في الفريق الأول. يعني صعب إن أنا أحمل المنتخب بس لوحده هذه المسؤولية حقيقة. حتى الأندية ما تحاول تقدم لاعبين يعني اللي هم اللاعبين الأولمبيين موجودين في فروقها وتشارك في منتخبها. يعني أنا كرئيس تحرير أحيانا والله أتفاجأ بأسماء لاعبين في الأولمبي في المنتخب، طبعا اتفاجأ انه هم يعني لاعبين بامكانيات عاليه وممكن عندهم مستقبل كبير ولا يحظوا باي فرصه حقيقه يعني من الجانب الانديه. على الاقل لاعب، انت ما مطالب تطلب 6 أو 7 لاعبين في الفريق، لكن مطالب على الاقل تقدم لاعب الى لاعبين الى 3 لاعبين موجودين تديهم حقيه المشاركه التشجيعيه في المنتخبات الاولى. هذه المشاركه التشجيعيه هذه اللي تدي الثقه للاعب، هذه اللي تدي اللاعب فرصه انه هو يحاول انه يكون عنده طموح اكبر ويثبت انه هو افضل. يعني جوانب كثيرة عند اللاعبين والله موجودين، لذا أنا كنت يعني من أكثر الناس اللي عاجبني طريقة خروج اللاعبين إلى الدوريات الأوروبية اللي هي يبدأ تأهيلا فيها ويتم تصعيدا في طرق أفضل مع أكثر من لاعب من 4 إلى 5 لاعبين حتى بعض موافقة الأندية. أنا أعتبر هذه خطوة إيجابية، لأن البيئة اللي إحنا نشتغل فيها الآن ما أعتقد أنها بيئة مبشرة حقيقة لا على صعيد الأندية ولا على صعيد المنتخبات. بس أنا عندي إيمان كامل إنه رياضتنا أو معها كرة القدم لن تتطور إن لم يكن ذلك مشروع وطني مشروع وطن وليس وجهة نظر. طيب أبو خالد، يعني الآن يعني نتفق أن اللي صار هذا يعني مشترك، يعني سواء يعني اللي ما وصلنا إليه يعني من إدارة المنتخبات أو حتى اتحاد القدم أو حتى من داخل الأندية. طيب بس الآن يعني مثلا دور المنتخبات مثلا في جدول مباريات في يعني حتى ريكر تصريح لما يقول أنا ما أعرف من اللاعبين المحترفين في الخارج إلا أسامة هوساوي، يعني هذا الدور الإداري غايب، يعني حتى أنه مدرب المنتخب ما يعرف اللاعبين السعوديين المشاركين أو المحترفين خارجيا، يعني هذه من حملها بالضبط؟ يعني حتى ريكارد في زياراته المفروض للأندية يعني التقاء حتى مدربين الأندية تنسيق مع الأندية مشاركة اللاعبين واعطاهم الفرصة، هذه شفناها غايبة يعني عن المدرب وعن حتى الجهاز الإداري. طبعا تشكيلة بكيلك يعني من ناحية هذه، يعني في الموضوع يعني في غياب حلقات مهمة جدا في عمل تنظيمي عمل احترافي. انت تتكلم على منتخب او على منتخبات، يعني في سلسله لازم تكون مترابطه مع بعض البعض حقيقه، اشياء كثير تنسيقيه يعني دائما كل شيء يعني في وقت المناسب. احنا احيانا نستخدم اشياء غير وقت المناسب لذا يبطل مفعوله او يعني نفقد ايجابيتها باشياء من هذا القبيل. يعني حتى لا احنا كمان لا نبرر ريكارد حقيقه بدل ما هو يلقي مسؤوليه في بعض الاشياء الجوانب الاداريه في هذه الناحيه وهي جوانب ما هي مؤثره كثير، لكن نعول كنا على ريكارد صاحب التاريخ كلاعب واحيانا كمدرب عنده طموح وقاد كثير يعني عدد من الانديه البارزه ابرزها برشلونه من هذا القبيل. كنا نعول عليه كثير حقيقه، يعني جاءنا وهو احنا باسوء حالاتنا او احنا في المرحله الانتقاليه اللي بعد كاس اسيا اللي كانت في قطر. الى الان يعني اكثر من سنه ونص تقريبا قلت لك ما في اي اساس يبنى عليه هذا المنتخب، لا سواء هو المنتخب اللي لعب في البطوله العربيه وقال هو جزء منه خليط ممكن يستعيد منه في الفريق الاول، ولا هو جزء من المنتخب الاولمبي موجود في 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 قائمه ريكارد اللي ممكن يعتمد عليه كمستقبل
لكرة السعودية يشاركون في هذه الأسماء. يعني ما في تخطيط واضح وبارز ما هي الاستراتيجية اللي يبنى عليها هذا المنتخب وما هي طريقة أو أسلوب إدارة المنتخب فنيا من قبل ريكارد ولا حتى من اتحاد الكرة نفسه. يعني في صورة مبهمة جدا. يعني هذا اللي يزيد الإحباط. بالعكس الناس كثير بيقول ليه أنتوا تحبطون المنتخب ولماذا أنتوا تنتقدون وأنتوا طيب يا أخي إحنا ننتقد السلبيات اللي موجودة إحنا ننتقد لمحاولة تصحيح الوضع اللي صحيح. موجود في الكرة السعودية لو ظلنا نصم صامتين على كثير من الأخطاء كثير من الأخطاء اللي موجودة في الإدارة صمت عليها ومحاولة الطريقة القديمة هذه أن لا تحاول أن تأثر على اللاعب تضغط على اللاعب لا بالعكس أنا أضغط على اللاعب زي له يأخذ له حقوق يديني واجبات سواء على صعيد الأندية ولا على صعيد المنتخبات. هذه إحنا نتكلم الآن على لاعبي بعضهم يحصلون على مبالغ كبيرة جدا يحصل عليه بعض اللاعبين في الأندية الأوروبية لا ليست كبيرة جدا لكن إلى 2 مليون يورو إلى 2 مليون يورو ونص إلى مليون يورو أشياء مبالغ تستحق على الأقل أن تقدم لي أفضل مما أنت تقدم الأندية حقيقة يعني صراحة. لذا أنا قلت لك مسبقا إن أنا والله صار عندي ما أقول لك إحباط لكن شفت معلق أمالي حقيقة بمستقبل آخر اللي هو في شكة في المنتخب الأولمبي ومنتخب الشباب هناك ربما بداية تصحيح صراحة موجودة في سواء من كانت يعني من المرحلة السابقة قبل استقالة الأمير نواف بن فيصل والآن موجودة هناك في بداية تخطيط ويجب أن نبدأ من هنا حقيقة. أما نبدأ نصحح كل تصحيح أنا من رأس الخرم اللي هو في المنتخب الأول فأنا أعتقد إحنا ندور في حلقة مفرغة. طيب أبو خالد أستاذ محمد البكيري ودي يعني اللي فهمته من كلامك أنك أنت دائما تتحدث عن ريكارد فيما يخص المنتخب تتحدث عن ريكارد واتحاد كرة القدم تكلم عن ريكارد واتحاد كرة القدم يعني هذا نشوف أنه اعتراف مثلا وهذا أنا قناعة شخصية مني بس أنا أخذ رأيك أبو خالد ما في أي هدف من وجود إدارة شؤون المنتخبات. يعني الآن كل الدول في العالم المسؤول عن منتخب جدول ومسابقات ونتائج هو اتحاد كرة القدم. طيب الآن يعني خلاص صار في رئيس مستقل لاتحاد كرة القدم عندنا في داعي لإدارة شؤون المنتخبات حتى بعد رحيل رئيس الآن محمد المسح كأمين عام للجنة الأولمبية السعودية. طبعا الحين الآن يدير العمل هو الإدارة المسؤولية بإدارة المنتخبات ووصول التخطيط في إدارة المنتخبات هو اللي تولى الآن مكان المسح ودرس الاتحاد الكرة الآن إدارة مؤقتة لا تلقى عليها كثير من اللوم. نتكلم كيف نبدأ التصحيح؟ أنا ما نترك الماضي وراء مثلا لكن كيف نبدأ التصحيح؟ هل نبدأ نستمر إحنا في التصحيح؟ طول سنوات نحن نصحح في الفريق الأول اللي هو المنتخب طول سنوات نحن نصحح في هذا اللاعب لكن ما في أي تخطيط صراحة للقاعدة السنية الموجودة في المنتخبات. نبنى أملنا على هذه القاعدة ممكن اللي هي تغير لنا يعني أشياء كثير من اللي إحنا ما عندنا استعداد نتحمل فيها. يعني حقيقة أنت شايف اللاعبين يعني أنا من ناحية فقدت أمل كثير في اللاعبين البارزين أو هم نجوم الكرة السعودية ولازم نؤمن فيها يا أبو خالد. يعني نؤمن بالفئات السنية ومن القاعدة لكن المشكلة عندنا المسؤولين وأنا أقولها على الهواء الآن وأي مسؤول يسمعني أنا أتحمل مسؤولية كلامي. مشكلة المسؤولين عندنا دائم هو يكرر الاهتمام بالقاعدة بس كلام لكن على أرض الواقع نشوف. يعني حتى المنتخب وأنا كنت أكلمك تحت الهواء أبو خالد في الموضوع هذا منتخب اللي لعب ضد أسبانيا أمس هو نفس المنتخب اللي طلع من التصفيات الأولية لنهائيات كأس العالم يعني ما تغير أحد. يعني لا تغير انا اساس كما يعني شايف التخطيط ما هو تخطيط الحقيقة يعني انا يعني بشرني بخير حتى لو انا دخلت لاعب يكون فوره صحوه مؤقته لا احنا ما نبغى الصحوه المؤقته هذه الصحوه المؤقته حترجعنا في الانتكاسه اقوى واكثر يعني الما بالنسبه لنا يعني حقيقه يعني كفايه احنا بناخذ باربعه والخمسات حقيقه صار الامر بسيط بالنسبه لنا في هذا الله يستر لا نتعود على قولتك ما هذه يعني المصيبه. احنا يا جماعه الخير خلونا نحاول نزرع امل بس لانفسنا وللكره السعوديه اللي بنركز اهتمامنا حتى على صعيد الإعلام في بنركز في تركيز بمن هذول اللاعبين في الفرق الأولمبية بالأندية اللاعبين الشباب في المنتخبات اللي وصلوا كثير نحن نقدمه للإعلام نحاول نحفز فيهم نحاول يعني نخرج فيهم كثير من الطاقات الكاملة والطموحات اللي موجودة لكن لا نعتمد بشكل كبير على الأسماء الباردة اللي الآن موجودة في الساحة. طيب. لا نعتمد كبير. طيب. صراحة لأنه واضح إنه في مستوى الكرة السعودية ما راح يتغير كثير على 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 اكتفاء الاعلامي. طيب استاذ محمد البكيري اخر سؤال لك قبل ما اختم البرنامج لو رجع فيك الوقت 48 ساعه نفس المانشيتات الخاصه بمباراه المنتخب راح تعيدها مره ثانيه في الرياضي ولو ملكت اقوى منك النزلته
يعطيك العافية. شكرا لك أستاذ محمد البكيري رئيس تحرير صحيفة الرياضي السعودية. من كرة القدم السعودية والمنتخب السعودي اللي خسر أمس بخمسة أهداف مقابل لا شيء، عندنا تقرير عن مباريات التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2014 في البرازيل والتي لعبت أمس. نسمع هذا التقرير ونرجع مرة ثانية مع غرفة 11. التقرير الرياضي. استهلت منتخبات انجلترا، المانيا، فرنسا، وهولندا والبرتغال مسوار التصفيات الاوروبيه المؤهله لنهائيات كاس العالم 2014 في البرازيل بانتصارات، بينما تعثرت ايطاليا بالتعادل في الجوله الاولى امس الجمعه، حيث تعادلت ايطاليا مع بلغاريا بهدفين لكل منهما في المجموعه الثانيه. وبخلاف تلك النتيجه لم تكن هناك مفاجات بالنسبه للفرق الكبرى، وكانت اكبر نتيجه تحققت في فوز انجلترا على مولدوفا بخمسه اهداف مقابل لا شيء، بينما حققت ألمانيا فوزا مريحا بثلاثة أهداف دون رد على ضيفتها جزر الفارو، فيما حققت فرنسا بداية جيدة لمشوارها في المجموعة التاسعة من التصفيات بالفوز 1-0 على فنلندا، وفي المجموعة الرابعة تغلبت هولندا في ملعبها على تركيا 2-0، فيما حولت البرتغال تأخرها بهدف إلى فوز ثمين 2-1 على منتخب لوكسمبورغ في بداية مسيرتها ضمن مباريات المجموعة السادسة من التصفيات الأوروبية. التقرير الرياضي. آخر أخبارنا في حلقة اليوم، صعد منتخبنا الأخضر الشاب لكرة القدم إلى المباراة النهائية من بطولة كأس الخليج المنتخبات الأولمبية والمقامة حاليا في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك بعد تجاوز منتخب الإمارات في نصف النهائي بثلاثة أهداف دون مقابل في لقاء جرى مساء اليوم على ملعب أكاديمية سبير. وقدم النجوم الأخضر مستوى مميز في المباراة واستطاعوا فرض سيطرتهم على معظم دقائقه وتوجوا ذلك بثلاثة أهداف سجلها كل من عبد الرحمن الغامدي هدفين وفهد المولد هدف. شكرا لاستماعكم برنامج غرفة 11، وإن شاء الله بنكون معكم غدا وقضايا جديدة في برنامج الجولة غدا من السادسة وحتى السابعة مساء.